خيل بين منطقة سريعة لفيدا إيكاردي مرة تالية مارسيلو مارسيلو المكان والوقت المناسبين تجاوزت الكرة الخطأ عن طريق لباكروس مارسيلو يا كورتو من الحمراء لكينياس وكذلك فيراتي انطلاقة سريعة بيدينا زارا 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 العرضية يأتي بين منطقة ليات اليورو فرصة فرصة فاران الذي تحرك على القول جول جول العرضية نيمار فرصة نادي باريس سان جيرمان ثم موني بيني ايكاردي في اول محاوله على عمليه التسديد يتخلص من ادريس تماما يا مارسيلو عناصر البي اتش جي مرفوعه لانما كره فرصه واحد تي فرصه جول يتدخل وانطلاقه في عمليه الافتكاك هنا ربما عمليه المراوغه لكن توما موني يغطي على القائم الاول توني هذه من المناورات الخطيره جول فرصة لعناصر البي اتش جي قد يشيد بعض المتاعب ميت طيب فرصة 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 عملية التوغل يراوغ ديناس تماما إلى ضربة مرمى كورتوا نياس وكذلك فيراتي انطلاقة سريعة ترى الريال على الخطأ المرتكب مامونيي يغطي المران فاران الذي تحية ثلاثة سدد مرارة خطيرة جدا لعناصر تخصص بنزيما جرما هدف من الخطأ تلعب هذه الركنية ضربة الراس بدا سيف علي يدخل مبابي الأرضية في تصدي نعم استلام هذه الكرة كرو في اخطر كره باريسيه من طرف رابينيا ايكاردي فرصه كم يقول ما فيهاش ركله جزاء اسبانيا كي الصراع سيكون مفتوح بين افضليه فالفيردي يرفع كره بنزيما وهدين مارسيلو يصعد المسافر كروس في عمليه الاستلام مارسيلو من جنسي مشاهدي الكرام ال 62 الثقه لباريس سان جيرمان لكن عاليه تماما على حارس الراسيه بعد ذلك مارو جول مارسيلو مرة ناحية الأبيسكو يغير هذا على مرتين كيلور نافاس في الموت كذلك قبل أن تصل كارفاخال الحكرة لأربعة ثلاثة واحدة انطلاقة سريعة الكلاسيكو منتصر هذا السن ويقدم هذا لدى الراي راي مارسيلو من جديد مارسيلو الجول 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 منطقة جزاء ولكن تعطي راي كارفاخال عند خوان برنات العرضية والمرسيمو يسدد الأولى الريال مراوغة ممتازة عرضية خطير جدا كروس ولكن سيلور نافاس هل يشير إلى وجود ركلة بنزيما كاد يفعلها نقل الكرة رايا أخوان بيرنات يدخل المنطقة وقطع رايا قطع بشكل رايا زارا 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 العرضية هنا في دفاعات الريال بيرنات بيرنات بدا سيف العرضية يبحث عن التسديدة تسديدة شجاعة لكن تضيع ماريو دي ماريو دي ماريو واحدة دي الفرصة لما قلنا بأن كيلور نافاس في مشاورات مع نعم يأتي إدريس وماركينيوس وكذلك بيرول الحكم يقول خطأ نعم قائم الأول كلامر مارسيلو يرفع كورة شاهدنا الكرام في غفلة خيل بين منطقة سريعة لفيدا إيكاردي مرة تالية مارسيلو مارسيلو المكان والوقت المناسبين تجاوزت الكرة الخطأ عن طريق لباكروس مارسيلو يا كورتو من الحمراء لكينياس وكذلك فيراتي انطلاقة سريعة بيدينا زارا 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 العرضية يأتي بين منطقة ليات اليورو فرصة فرصة فاران الذي تحرك على القول جول جول العرضية نيمار فرصة نادي باريس سان جيرمان ثم موني بيني ايكاردي في اول محاوله على عمليه التسديد يتخلص من ادريس تماما يا مارسيلو في عناصر البي اتش جي مرفوعه لانما كره فرصه واحد تي فرصه جول يتدخل وانطلاقه في عمليه الافتكاك هنا ربما عمليه المراوغه لكن توما موني يغطي على القائم الاول توني هذه من المناورات الخطيره جول فرصة لعناصر البي اتش جي قد يشيد بعض المتاعب ميت طيب فرصة 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 عملية التوغل يراوغ ديناس تماما إلى ضربة مرمى كورتوا نياس وكذلك فيراتي انطلاقة سريعة ترى الريال على الخطأ المرتكب مامونيي يغطي المران فاران الذي تحية ثلاثة سدد مرارة مرات خطيرة جدا لعناصر تخصص بنزيما هدف من الخطأ تلعب هذه الركنية ضربة الراس بدا سيف علي يدخل مبابي الأرضية في تصدي نعم استلام هذه الكرة كرو في اخطر كرة باريسية من طرف رابينيا ايكاردي فرصة كم
يقول ما فيهاش ركله جزاء اسبانيا كي سيرا سيكون مفتوح بين افضليه فالفيردي يرفع كره بنزيما وهدين مارسيلو يصعد لمسيطره كروس في عمليه الاستلام مارسيلو من جيسي مشاهدي الكرام ال 62 الثقة لباريس سان جيرمان لكن عالية تماما على حارس الراسية بعد ذلك مورو جول مارسيلو مرة ناحية الابيسكو يغير الأداء على مرتين كيلور نافاس في المتابعة كذلك قبل أن تصل كارفاخال كرة ل 4-3-1 ديال خسارة الكلاسيكو منتصف هذا السن ويقدم هذا الأداء الرائع راي مارسيلو من جديد مارسيلو جول 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 منطقة الجزاء ولكن تعطي رائعة كارفاخال عنده خوان برنات العرضية والمنزيمة يسدد الأولى الريال مراوغة ممتازة عرضية خطير جدا كروس ولكن سيلور نافاس هل يشير إلى وجود ركلة بنزيما كاد يفعلها نقل الكرة رائعة أخوان برنات يدخل المنطقة وقطع رائع قطع بشكل رائع نزار زار زار العرضية نار في دفاعات الريال برنات برنات ماذا سيفعل العرضية يبحث عن التسديدة تسديدة شجاعة لكن تضيع كماريا دي ماريا دي ماريا واحدة دي الفرصة لما قلنا بأن كيلور نافاس في مشاورات مع نعم بأتي إدريسا وماركينيوس وكذلك بيرول الحكم يقول خطأ نعم قائم الأول كلامر مارسيلو يرفع كورة شاهدنا الكرام في غفلة